بالنسبة لي لك شنو هما العراقيل اللي جبرتو في هذه الدورة هذه؟ واش كانت أمور ميسرة؟ العراقيل كثيرة صراحة، خصوصا عندما كنشتغل في واحد الفضاء يعني غير متجانس، هناك متدخلين غير متجانسين، يعني هناك من يسير وهناك من يصعب وهناك من فهذا الفضاء يعني صعب الشغال فيه. طبيعة الحال الصعوبات كثيرة ولا تعد، ولكن يبقى تلقى الصعوبة الأكبر هي الصعوبة هو الهاجس المالي اللي كيهدد دائما المهرجان، أو يقدر يكون يقدر ما يكونش، كنبقاو حتى آخر لحظة حنا مهددين يعني بالفشل التام، ولكن الحمد لله كل سنة كيجي الإنقاذ. هذه السنة هذه السيد العمدة على رأس اللائحة الناس اللي يوقفوا مع المهرجان. السنة إذا تذكرتوا السنة الفارطة كانوا وعدوكم أنهم يعطيكم الدعم. تماما، فوق هذه الخشبة كان السيد العمدة أعطى وعد ديالو أنه غادي يدعم. هذا العام أعطى دعم ماشي كبير كيما شحال عطاكم، يعني شحال الدعم، شحال وصل المقدار خصكم تسهلوا المقدار. كان دعم مالي 10000 درهم، 100000 درهم، 10 المليون، يعني بالنسبه للمهرجان الدولي هذا يعني يعتبر فقط هو مصروف ديال الطائره، اقل من مصروف الطائره. وايضا ساعدنا تقريبا ما يقارب 71000 درهم يعني في مسائل لوجستيه، تغذيه، اقامه الى اخره. حتى هي من عند سي عبد الله، يعني من الجماعه الحضريه. الجماعه الحضريه طبيعه الحال كنشكروا عاوتاني للجهه اللي عطاتنا 200000 درهم، 20 مليون، واخا ما كافياش ماشي في المستوى ديال المهرجان، ولكن هذه بدايه. حنا هذا العام يعني شنقول لك صراحه كنعتبر ان هذه هي البدايه للمضي قدما بهذا المهرجان. المهرجان الدولي خصو الميزانيه الاقل تكون واحد 6 مليون ديال الدرهم، 7 مليون درهم. حنا الميزانيه ديالنا لا تتجاوز 800000 درهم،